وإلى عسير. مرحبا بكم في 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 عسير. أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية أمس السبت فعاليات مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية بنسخته الثالثة. هذا المهرجان سنوي، ومن خلاله بتعرف الهيئة المجتمع المحلي والسياح على عراقة الفنون الأدائية الجبلية محليا ودوليا. هذه الدورة مستمرة حتى يوم 27 أسبوع يعني، وبتضم 8 مواقع أثرية. وهذه السنة تمت إضافة 15 فرقة أدائية سعودية وعالمية عشان يوصل عدد الفرق المشاركة ل 45، وكمان تمت إضافة 8 ألوان جبلية جديدة، فصار الإجمالي 40 لون جبلي سعودي وعالمي. المهرجان بدأ بمسيرة كرنفالية أقيمت في طريق الأمير سلطان بخميس مشيط، وحقيقة الصور مبهجة جدا. هذه كانت بداية المهرجان في أول أيامه، أما ختام أول الأيام فكان مع حفل للنجمين فؤاد عبد الواحد وملحم زين. مساء الخير يا أهل أبها. يا سلام الله. كاميرا العربية كانت موجودة كمان في الحفل، وكان لها هذا اللقاءات مع نجوم الحفل ومع الرئيس التنفيذي للهيئة. الجديد وطبعا زيادة عدد الدول المشاركة، وصلت إلى 25 دولة غطت جميع قارات العالم تقريبا، وفي تنوع كبير في العروض المشاركة،
فيه أيضا ثبات في الدراسات الثقافية حول الفنون الأدائية الجبلية، البحث عن المشتركات بين شعوب العالم اللي تؤدي هذه الفنون. المناطق الجبلية نعتقد أنها يعني تفرض طبيعة معينة من الإيقاعات والأداءات وأغراض حتى لهذه الفنون التي تؤدي هذه الشعوب. هذه المشتركات بدون شك تقرب شعوب العالم من بعضها، ونعتقد أنه عسير الآن أصبحت مركز دولي للفنون الأدائية الجبلية من خلال ثبات هذا المهرجان للسنة الثالثة على التوالي. الأدائية الجبلية لا يضاهيه أي مكان آخر. أنا من زمان ودي أكون في أبها تحديداً وفي عسير، ودائماً أقول أبها ما فوق البهاء جمالها، وسعيد وهذه إضافة بالنسبة لي، وإن شاء الله تكون حفلة جميلة تليق بجبال أبها البهية وبالناس الطيبة الموجودة اليوم إن شاء الله. اليوم أول شيء تشريف لي أني أكون بمهرجان هالقد جبلي فولكلوري تراثي، مهتم بشؤون الفولكلور تبع كل بلد. أنت تعرف اليوم في جيل كامل رايح على غير محل، يعني رايح على الغربي، على الموسيقى الغربية. لفتات من هالنوع بتضل محافظة على الأغنية التراثية لكل بلد.